الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على أدوية السعال وطرد البلغم Antitussives, Expectorants and Mucolytics. السعال هو رد فعل وقائي Protective Reflex، وذلك لطرد أي جسم غريب من المجاري الهوائية Foreign Body أو البلغم Sputum أو الميكروبات Microbes. تصنيف السعال: يصنف السعال حسب مدته إلى مجموعتين، السعال الحاد Acute Cough الذي يدوم أقل من 3 أسابيع، والسعال المزمن Chronic Cough والذي يدوم أكثر من 8 أسابيع. يصنف السعال أيضا حسب قدرته على إنتاج البلغم، ويصنف إلى مجموعتين، السعال الجاف Dry Cough الذي لا ينتج البلغم، والسعال الرطب Productive Cough والذي ينتج البلغم. معظم حالات السعال الحاد Acute Cough لا تحتاج إلى العلاج بالأدوية، لأنه بمجرد شفاء المريض من السبب يتخلص المريض من السعال، مثال ذلك نزلات البرد Common Cold. أما علاج السعال المزمن فيعتبر تحديا كبيرا للطبيب. في جميع الحالات يجب توجيه العلاج إلى المسبب Treat the cause. مثلا إذا كان المسبب هو ربو ينبغي علاج المريض بأدوية الربو، أما إذا كان المسبب استخدام أدوية معينة مثل ACE inhibitors ينبغي تغيير الأدوية وهكذا. وقف السعال المنتج للبلغم Productive Cough يجب أن يكون بحذر شديد، وفقط إذا كان شديدا جدا ويؤثر على نوعية حياة المريض، وذلك لأن طرد البلغم هي عملية فسيولوجية تخلص الجسم من الميكروبات والأجسام الغريبة. عند فحص أسباب السعال المزمن ينبغي أولا استبعاد الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعا، وهي التنقيط من الأنف Post Nasal Drip، الربو أستما، وارتجاع المريء Gastro Esophageal Reflux Disease. إذا كان سبب السعال المزمن أحد هذه الأمراض يجب توجيه العلاج إليه. إذا تم استبعاد هذه الأسباب يجب عمل فحوصات تشخيصية لمعرفة سبب السعال، مثل صورة أشعة للصدر Chest X-ray، صورة مقطعية للصدر Chest CT scan، منظار للقصبات الهوائية Bronchoscopy، وفحص أسيد فاسستين لاستبعاد عدوى السل Tuberculosis. تصنيف أدوية علاج السعال وطرد البلغم Classification. تقسم الأدوية إلى 3 مجموعات حسب الهدف من استخدامها. المجموعة الأولى هي أدوية وقف السعال Antitussives، وهي تقوم بوقف السعال Suppress Cough. المجموعة الثانية هي أدوية طرد البلغم أو الأدوية المقشعة Expectorants، وهي تقوم بزيادة كمية البلغم لمساعدة الجسم على طرده. المجموعة الثالثة هي أدوية إذابة البلغم Mucolytics، وهي تقوم بتقليل لزوجة البلغم لمساعدة الجسم على التخلص منه ولكن بدون زيادة كميته. أدوية السعال Anti-Cough Drugs تقسم إلى 3 مجموعات من الأدوية: أدوية وقف السعال Antitussives، أدوية طرد البلغم أو الأدوية المقشعة Expectorants، وأدوية إذابة البلغم Mucolytics. تصنيف أدوية وقف السعال Antitussives. أولا الأدوية المركزية Centrally Acting، والتي تقوم بوقف السعال Cough Suppression عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ. ثانيا الأدوية المحيطية Peripherally Acting، والتي تقوم بوقف السعال من خلال وقف تهيج المجاري الهوائية Airway Irritation. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية وقف السعال المركزية Centrally Acting Antitussives، والتي تشمل التالي: Dextromethorphan، كودائين، وديفينهيدرامين. آلية عمل أدوية وقف السعال المركزية Centrally Acting Antitussives: تقوم هذه الأدوية بوقف السعال الجاف Dry Cough Suppression عن طريق الوصول إلى مركز السعال في جذع الدماغ،
وتقليل حساسية هذا المركز للمحفزات increase cough threshold وبالتالي وقف السعال. ديكستروميثورفان آلية العمل. ينتمي ديكستروميثورفان لمجموعة الأفيونيات أوبيويدز، ولكنه لا يسبب الإدمان على الجرعات المستخدمة لعلاج السعال. يقوم ديكستروميثورفان بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال أي بشكل مركزي. دواعي الاستعمال: ديكستروميثورفان هو أفضل دواء لوقف السعال الجاف. الأعراض الجانبية: حساسية (allergy)، اضطراب الجهاز الهضمي، اضطراب الدماغ مثل النعاس (drowsiness)، الدوخة (dizziness)، التهيج (irritation)، ارتفاع الضغط (hypertension)، حصر البول (urine retention)، وعدم وضوح الرؤية (blurring of vision). يمنع استخدام هذا الدواء في الأطفال أقل من عمر سنتين. كودائين آلية العمل. كودائين هو أحد الأفيونيات (opioids) ويسبب إدمان (addiction) على الجرعات المستخدمة لعلاج السعال. يقوم كودائين بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال أي بشكل مركزي. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف. الأعراض الجانبية: اضطرابات الجهاز الهضمي وخاصة الإمساك، الغثيان نوزيا، التقيؤ vomiting، النعاس drowsiness، الدوخة dizziness، انخفاض الضغط hypotension، اضطراب النبض أريثميا، احتباس البول urine retention، ارتفاع المزاج يوفوريا أو انخفاض المزاج dysphoria، التشنج convulsion، صغر حجم حدقة العين meiosis، واختلال المشي أتاكسيا. يمنع استخدام هذا الدواء في الأطفال أقل من عمر سنتين. دايفينهايدرامين آلية العمل. ينتمي دايفينهايدرامين إلى الجيل الأول من مضادات الهستامين First Generation Antihistamines. يقوم بوقف السعال عن طريق تقليل حساسية مركز السعال في الدماغ أي بشكل مركزي. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف. الأعراض الجانبية: جفاف الفم، تسارع النبض تاكيكارديا، إمساك constipation، حصر البول urine retention، عدم وضوح الرؤية blurred vision، النعاس drowsiness، التسكين sedation، النسيان memory loss، عدم القدرة على التركيز loss of concentration، والارتباك confusion. تحذير: يسبب دايفينهايدرامين النعاس ويؤثر على القابلية السواقة. آلية عمل أدوية وقف السعال المحيطية Peripheral Acting Antitussives. تقوم هذه الأدوية بوقف السعال Cough Suppression بشكل محيطي أي لا مركزي، أي أنها توقف السعال الجاف من خلال تقليل حساسية المجاري الهوائية للمحفزات، مما يجعلها أقل استجابة للتهيج irritation مثلا نتيجة للعدوى أو لغازات مهيجة. بنزوتيت آلية العمل. يعمل بنزوتيت بشكل محيطي لا مركزي، أي أنه يوقف السعال الجاف من خلال تقليل حساسية المجاري الهوائية للمحفزات، مما يقلل استجابتها للتهيج. دواعي الاستعمال: وقف السعال الجاف. الأعراض الجانبية: الدوخة dizziness، الخدران numbness في الفم واللسان. آلية عمل الأدوية الطاردة للبلغم أو المقشعة expectorants. تعمل هذه الأدوية على زيادة حجم البلغم sputum amount، مما يقلل اللزوجة viscosity، ويساعد الشعيرات الموجودة في جدران المجاري الهوائية cilia على طرد البلغم. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية طرد البلغم expectorants، والتي تشمل التالي: جوايفينيسين ويوديد البوتاسيوم بوتاسيوم أيودايد. جوايفينيسين آلية العمل. يعمل على زيادة كمية البلغم مما يقلل اللزوجة، ويساعد الشعيرات الموجودة في جدران المجاري الهوائية سيليا
على طرد البلغم. دواعي الاستعمال: جوايفينيسين هو أفضل دواء لطرد البلغم، حيث يحول السعال الجاف إلى سعال منتج للبلغم productive cough. الأعراض الجانبية: اضطرابات الجهاز الهضمي مثل نوزيا، الغثيان والتقيؤ vomiting، وظهور طفح جلدي rash والصداع headache. آلية عمل الأدوية المذيبة للبلغم mucolytics: تقوم بتقليل لزوجة البلغم مثلا من خلال تكسير الروابط بين جزيئات البلغم، مما يجعله أكثر سيولة، وذلك لمساعدة الجسم على طرده، ولكن بدون زيادة كمية البلغم. توضح هذه الشريحة أمثلة على أدوية إذابة البلغم ميوكوليتكس، والتي تشمل إن أستيلسستائين وكاربوسيستين. أستيلسستائين آلية العمل: يقوم بإذابة البلغم ميوكوليتك وجعله أقل لزوجة من خلال تكسير الروابط بين جزيئات البلغم بونز، مما يسهل التخلص منه بدون زيادة كميته. دواعي الاستعمال: يستعمل إن أستيلسستائين لإذابة البلغم في الأمراض التي يكون فيها البلغم جافا مثل التليف الكيسي سيستيك فايبروزيز، الانسداد الرئوي المزمن COPD، توسع المجاري الهوائية برونكياكتاسيز، وعقب العمليات الجراحية بوست أوبراتيفلي. الأعراض الجانبية: اضطرابات الجهاز الهضمي مثل غثيان، نوزيا، تقيؤ vomiting، التهاب اللسان stomatitis، وسيلان الأنف رينوريا. تتوفر أدوية السعال وأدوية طرد البلغم كدواء مركب Antitussive and Expectorant Combination. توصف الأدوية المركبة في حالة الحاجة لتقليل السعال وطرد البلغم في نفس الوقت، حيث يمكن الاستفادة من مميزات كليهما معا. أمثلة على الأدوية المركبة تشمل التالي: ديكستروميثورفان زائد جوايفينيسين، وكودائين زائد جوايفينيسين.